شيء من الخوف. هذا الفيلم قال كل ما يجب قوله حول الظلم والفساد بالمجتمع. شاهد أنور السادات فيلم شيء من الخوف ارتبك لأنه شعر بالخطر. بنيت نفسي من هضم الناس، من خراب البيوت، من الدم، من الخوف. الخوف هو اللي جابك هنا. والرئيس عبد الناصر نفسه شاف الفيلم قال والله لو أنا رئيس عصابة يبقى الشعب له حق يقتلني. كفر عاجل وحكيم شيء من الخوف ما يأذيش.